آلاف الجنود ومئات الطائرات العسكرية، مناورات جوية يجريها الناتو وحلفائه في سماء أوروبا. مناورات هي الأكبر في تاريخ الناتو على الأراضي الأوروبية، تحمل رسائل واضحة، وهي إظهار استعداد دول الحلف لأي استجابة طارئة تتعلق بأمن أعضائه. فتحت قيادة ألمانيا تجرى المناورات حتى 23 من الشهر الجاري بمشاركة حوالي 220 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء الناتو والبلدان الشريكة للحلف، وعشرة آلاف جندية، فيما تساهم الولايات المتحدة بمئة طائرة وألفين وستمائة جندية من 42 ولاية. في هذه المناورات جرى التخطيط لتنفيذ نحو 2000 طلعة جوية وتدريبات عملياتية وعلى المستوى التكتيكي. وتمتد المناورات من الولايات المتحدة عبر ألمانيا إلى الحدود الروسية في البلطيق وحول البحر الأسود. مناورات الناتو تأتي في ظل تصاعد التوترات مع روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، التي ترى أن توسع الحلف على حدودها يهدد أمنها القومي ويضاعف من مخاطر التصادم. ويعد الناتو أكبر تجمع عسكري في العالم لضمه أقوى الجيوش وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إضافة للدول النووية مثل فرنسا وبريطانيا، ويبلغ مجموع النفقات العسكرية أكثر من 1.2 مليون دولار، أغلبها من نصيب الولايات المتحدة ثم المملكة المتحدة وألمانيا.